نسبة البطالة الموجودة في عموم مدن العراق كبيرة جدا وأنها وصلت إلى أعداد مخيفة، والحكومة اليوم عليها الإسراع في وضع حلول ناجعة لمعالجة هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد عوائل بأكملها. محاربة البطالة أصبحت لا تقل شأنا من محاربة الإرهاب، وأن هذه الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل قد يؤدي إلى انحراف بعض الشباب بسبب العوز المادي، وبالتالي ضرر مستقبل البلد. آلاف الخريجين بانتظار التعيين، كيف تجد التعامل الحكومي مع ملف البطالة؟ عنوان حلقة اليوم من برنامج أغلبية صامتة، والتي سوف نناقش خلالها دور الحكومة في معالجة هذه الظاهرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ننوه بداية الحلقة بإمكانكم المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بالتعليق على عنوان الحلقة المرفقة ومن خلال إرسال الصور ومقاطع الفيديو عبر الرسائل الخاصة بصفحة البرنامج، وأيضا بإمكانكم التعليق عبر الصفحة الرسمية عبر تويتر أغلبية صامتة، ومشاهدة البث المباشر عبر صفحة التلفزيون الشرقية، أو المشاركة بالاتصال عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. بعد مرور سنوات طويلة بعدم فتح باب التعيين أمام الخريجين وحملة الشهادات العليا، وبعد إطلاق الدرجات الوظيفية في نهاية العام الماضي، وأيضا تزاحم الخريجين أمام الدوائر لتقديم مستمسكاتهم وملفاتهم من أجل الحصول على درجات وظيفية، كانت هذه الآمال والطموح وأيضا التزاحم والآمال بالحصول على درجة وظيفية مصحوبة بالخوف وترقب حذر من أن تكون هناك اليد الطولة للفاسدين، ومن له أيضا جهات بأخذ جزء من هذه الدرجات الوظيفية، أو أن يزاحم الأعداد الهائلة من خريجين على الدرجات الوظيفية من قبل جهات متنفذة. حتى هذه اللحظة هناك مطالبات بضمان حق الخريج، بضمان حقه بالحصول على وظيفة، بضمان حقه بأن يكون أيضا هذه الدرجات والتعيينات بعيدة كل البعد عن الأحزاب أو عن الفاسدين أو عن المتنفذين، وأن لا تباع الدرجات الوظيفية أو لا تخصص بعض الدرجات الوظيفية للمجالس المحلية أو للمحافظة، مثل ما سمعنا بالاتصالات الماضية لما خصصنا أيضا مواضيع حلقة مجالس عن مجالس المحافظات. الكثير من الاتصالات اللي تحدثت بأن مجالس المحافظات والحكومة المحلية تقف عائق أمام طموح الخريجين وأمام أيضا حصولهم على تعيينات. نأخذ اتصال. خير الله من ديالى، مساء الخير. خير الله، ألو. مساء الخير. خير الله، تعال الهواء مباشرة. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام أخوي. تحياتنا لك. خير الله، إذا قريب من التلفزيون نصيري صوته أو ابتعد لي عنه حتى تسمعني بوضوح وما ناخذ هواية وقت. نعم. 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 عندي وظيفة مع الراتب العسكري مع التقاعد مقطوع من عام 2011 انقطاع. خير الله، نصيري صوت التلفزيون. سعد من الموصل، مساء الخير سعد. عليكم سعد. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا جزيلا. تحياتنا لك لأهل الموصل. تفضل سعد. سعد، احنا من دولة المخصوبة عودهم الجيش. نعم. وعندي شريك يعني. طيب. سعدين. اسمعك. من زمان السباكه ربعوا السباكه شدوا لهم ودارهم يعني. نعم. ايوه، ولجنه السباكه شفاها فرحنا بالمخيمات عدد عوده هذه لجنه. نعم، نتمنى لكم العوده سعد، نتمنى لكم العوده ومثل مطالبكم بان تخصص لكم مبالغ ومخصصات ايضا ضمن موازنه 2019 حتى تتمكنون من العوده الى صفوف القوات الامنيه، او بان يدرج قانون داخل مجلس النواب. تحياتنا لك لهاري الموصل، نشكر مشاركتك واتصالك، لكن موضوع حلقتنا لهذا اليوم يتحدث بما يخص طموح الخريجين وما يخص اطلاق
أو التعيينات والمتقدمين قد تشهد الأيام القليلة الماضية بإطلاق أسماء المقبولين أو المتعينين على الملاك الدائم. مشاكل كثيرة يعاني منها البلد، خصوصا الشاب العراقي اللي مجنى على مر السنوات الماضية أي شيء من الحكومات السابقة. نأخذ اتصال. علي من باب المساء الخير. علي، السلام عليكم. استاذ العزيز، عليكم السلام. استاذ، بخصوص المفصولين مفسوخة عقودهم، احنا مفسوخة عقودنا. طيب، وزارة الدفاع. نعم، انا من 24/5 نزلت والتحقت وقالوا تداخل هروب، وانا من الوزاره الرسميه انه فسخ العقد، وعدنا 2013 وجاء. اي، وعدنا حيدر العبادي انه توعدنا. طيب، عبد المجيد رئيس الوزراء قال العام قوات المسلح. نعم، لكن علي الابويه ان شاء الله نتمنى لكم العوده. علي، نتمنى لكم العوده. علي، ونشكر مشاركتك واتصالك. ومثل ما نوهنا بالحلقات الماضية بما يخص قضيتكم أو أي قضية أخرى معلقة، أي شيء جديد يتعلق بقضيتكم إحنا راح مباشرة راح نتناوله بحلقة البرنامج. اليوم المواطن والشاب العراقي يشوف أنه الحكومة العراقية والحكومات السابقة كانت غير جادة بمكافحة البطالة، غير جادة أيضا بالاستفادة من الطاقات الشبابية، وغير جادة بتقديم ما هو أفضل للبلد وللشاب العراقي الطموح اللي يحملون شهادات، مثل ما سمعنا بحلقة يوم أمس بأنه حملت شهادات الدكتوراه، عملوا الكثير من المقابلات والتظاهرات وبالتالي ما حصلوا على أي تعيين، وبالتالي بالمقابل أيضا بنفس اللحظة طلبت حملت الشهادات إذا كان من حملت شهادات المعاهد أو البكالوريوس أو الدبلوم أو أي شهادة أخرى أيضا من نفس الخندق ونفس المشكلة، وآمنين بأنه تكون هذه الدرجات الوظيفية بتضمن حقهم بدل من أن يتم تزييف الأسامي أو التلاعب بالتعيينات. نأخذ اتصال. أبو علي من بغداد، مساء الخير أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك استاذ؟ شلونك؟ تحياتي لك ابو علي. ابو علي، نصلنا صوت التلفزيون. نعم، نشكر اولا، احب اقدم شكر لهذه القناه الشرقيه. نعم، قناه الاستاذ سعد البزاز. نعم ابو علي. ابو علي، يعني اذا امكن تغير لي مكانك، يعني الصوت غير واضح. الصوت غير واضح ابو علي. نعم أبو علي، تسمعني؟ نتمنى بأن تعاود المشاركة والاتصال مرة أخرى. أبو علي من بغداد، ونلفت عينات مشاهدينا الكرام أثناء الاتصال ابتعدوا عن التلفزيون وحتى اسمعونا عن طريق الهاتف حتى لا ينقطع الاتصال، ونفسح مجال أيضا ما نأخذ الكثير من الوقت ونفسح مجال للمتصلين الآخرين. نأخذ اتصال. عباس من بغداد، مساء الخير عباس. نعم، السلام عليكم. مرحبا أستاذ عمر. عليكم السلام، كيف الحال؟ تحياتنا لك. شكرا، شكرا لإتاحة الفرصة للكلام عن الشريحة المظلومة وهي شريحة حملت الشهادات العليا. نعم، في العراق. نعم، حقيقة أنا ممثل عن حملت الشهادات العليا في بغداد، العاطلين عن العمل قسريا. نعم، طبعا منذ 2013 وإحنا نجاهد في سبيل الحصول على حقوقنا، بعد أن سدت في وجوهنا أبواب التعليم العالي والبحث العلمي. نعم. ماجستير ودكتوراه ودبلوم عالي لم يحصلوا على فرصة تعيين. نعم. شريحة مهمة تبنى بها البلدان الآن عاطلة عن العمل. نعم. حقيقة استحسننا بعد التظاهرات والضغط على قانون شرع بتاريخ 15/5 نشر في الجريدة الرسمية، قانون 59. طيب، اللي ضمن حقوقنا بالتعيين في وزارات التعليم، وزارة التعليم العالي والوزارات الأخرى بنسبة 20 و15%. إلا أن هذا القانون ومنذ 15/5/2017 إلى الآن لم يطبق.
نعم. ما طبق منه فقط نسبة 15% من حصة التدريسيين طيب. لوزارة التربية. أما باقي الوزارات فلا زالت متمسكة بنسبة 5% اللي اعتمدوها على قانون 226 القديم. نعم. من خلال منبركم منبر الشرقية الجاد منادى دولة رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي ومعالي الوزير قصي السهيل أن ينظر إلى هذه الشريحة بنظرة أبوية ويعني يطبق القانون بحقنا من أجل أن نحصل على فرصة عمل نخدم بها هذا الوطن. نعم. شكرا جزيلا. تحياتي لك عباس من بغداد. ومنونين لكم جزيل الشكر. نشكر مشاركتك ومتابعتك بما يخص قانون 59 اللي تحدثت عنه عباس. يعني احنا بالعام الماضي حسب ما أذكر بعد ما كان لكم دور وتظاهرات بالشارع أمام الوزارة ولقاءات مع برلمانيين وعرضنا بنود قانون 59 اللي نشر به جريدة الوقائع واللي ما طبق حتى هذه اللحظة. واليوم أيضا يعني كمصير مشابه لمصيركم بضمان حقكم بالتعيين وبضمان حقكم بدرجة وظيفية اليوم أيضا يعني طلبت أو حملت شهادة البكالوريوس أيضا يواجهون كثير وهواية مشاكل بما يخص التعيينات والدرجات الوظيفية ومن يزاحم ويحارب حملت الشهادات وحملت شهادة البكالوريوس على هذه الدرجة الراتب البسيط وهذا التعيين اللي هو من حق الشاب العراقي بعد ما كان من السنوات الماضية هذه الشريحة المهمة الشريحة المهمشة والمستضعفة لقمة سهلة لبعض الجهات بأن يتم استدراجها انتخابيا والاستفادة منها واليوم أيضا يلاحقون ويزاحمون هذه الشريحة بالدرجات الوظيفية بتعيين أقاربهم أو ببيع هذه الدرجات الوظيفية على سبيل المثال ما جرى يوم أمس والحديث أيضا على سبيل المثال محافظة ذي قار وأيضا ضجة بما يخص الكشف عن فساد أو شبهات فساد بما يخص الدرجات ودخول أو وضع أسامي من حكومات محلية ووضع أسامي من غير المتقدمين على الدرجات الوظيفية واتهام مدير تربية محافظة ذي قار اليوم أيضا يعني بكتاب صادر عن مجلس محافظة ذي قار إلى المديرية العامة لتربية ذي قار من الموضوع استجواب لمقتضيات المصلحة العامة نرجو حضوركم إلى مجلسنا يوم الأربعاء الموافق 16/1/2019 الساعة 10 صباحا لغرض الإجابة على أسئلة الاستجواب المرفقة طيا مع التقدير وبتوقيع رئيس مجلس المحافظة بالوكالة وبحسب المصادر من داخل محافظة ذي قار إذا كانوا معنيين بهذا الشأن بيتحدثوا بأنه ما يجري اليوم داخل محافظة ذي قار ليس هناك ملفات فساد بل صراع ما بين مديرية التربية ومجلس المحافظة يحاول مجلس المحافظة والمحافظة بوضع أسامي بعيدة كل البعد عن المتقدمين من شريحة الشباب والخريجين فبالتالي اليوم هناك من يحاول وضع مديريات التربية بزاوية ضيقة تحت الضغط من أجل المساومة وأيضا بمحاربة الخريجين وأيضا من جهة أخرى التضييق على الخريجين بالدرجات الوظيفية وحق الرد مكفول بما جاء أيضا على ذمة المصدر ناخذ اتصال ابو علي من بغداد مساء الخير ابو علي ابو علي الو ام علي اي ام علي من الديوانيه ام علي من الديوانيه مساء الخير ام علي مساء النور خوي الله يخليك ولا يا زحمان اشتغل هاي عامله صار 3 سنين مجاني ام علي تسمعيني ام علي اي اي جاي اسمعك خويا نعم صار 3 سنين اشتغل مجاني اني عامله خدمه طيب وماك اقدم فايلي ماك اقدم فايلي ماك اريد
سيد الوزراء يسمعني المساعدة من عندكم. طيب كم سنة تشتغلين بالمجان؟ 3 سنين. 3 سنوات تشتغلين بالمجان بدون راتب حتى لو أجر يومي؟ بدون راتب أشتغل. بدون راتب. الله يخليك، أريد المساعدة من عندكم سيد الوزراء. إحنا نشتغل مجان كشو ماكو. نعم. ولكم تساعدونا مساعدة، لا خصائصات، لا أحد، لا واحد يقدر، لا واحد داخل خصائصات، لا يحبونا ولا نروح. نعم. طيب. الله يخليك. نشكر مشاركتك واتصالك ام علي من الديوانيه وتحياتنا لك. نسلط الضوء على بعض التعليقات. احمد يقول تعينوا بيت ما وجدهم شهيد، واحد تعين عليه 6 شهيد بالجنه ويستلمون الراتب وانطهم قطع اراضي، وحتى المساء يتعين على ذوي الشهداء ايضا، يعني يتحدث عن ذوي الشهداء. بالتالي هناك نسب احمد لذوي الشهداء 10% او 5% للسنوات السابقه 15 او 20%، والخريجين هذه السنه او العام الماضي ايضا هناك نسبه، وتتوزع الدرجات الوظيفيه حسب الاولويه والنسب. احمد على البث المباشر يقول بعد التعب والدراسه الطويله خريجي كليات العلوم يعانون من البطاله. يا احمد، يعني حال الشاب العراقي بجميع المحافظات العراقيه وجميع الاقسام والكليات، ومثل ما نشوف بأنه بيوم وآخر الكثير من المشاهد المؤلمة بالشارع العراقي، من صاحب بسطة، من عامل شاي، من يشتغل بكافتيريا، من مثل ما تحدثنا أيضا يعني بالسنوات الماضية من الكثير من الخريجين يعملون كعمال للبناء أو لمصدر العمال، يعني أعمال كثيرة بعيدة كل البعد، ما تلائم مع شهادته وما تلائم أيضا مع ما عمل عليه خلال السنوات الماضية لأكثر من 16 سنة ويدرس، وبالتالي المحصلة النهائية هو كعامل واستوى اليوم، يعني اللي ما عنده شهادة واللي عنده شهادة والمتميز والمتفوق حتى حملت الشهادات الماجستير أو الدكتور. نأخذ اتصال. علي من الموصل، مساء الخير علي. السلام عليكم. عليكم السلام. حبيبي أنا حسن من الموصل. حسن مساء الخير حسن. حبيبي مساء النور عليك وعلى جميع او على كادر قناه الشرقيه. تحياتنا لك. حبيبي احنا كوننا مفطورين من وزاره الدفاع. نعم. اي والله احنا نعاني من يعني من قله البطاله. طيب حسن، يعني انت مفسوخ؟ اي نعم، مفسوخ عقودنا، لان احنا بالموصل ووقت نعم وقت تنظيم داعش الارهابي كنا موجودين ومحاصرين. والان نعم جانا التحرير ولحد الان ماكو اي شيء عندنا. نعم حسن، نشكر مشاركتك واتصالك. حسن من الموصل وتحياتنا لك، نشكر مشاركتك واتصالك. ايضا من الموصل محمد، مساء الخير محمد. نعم محمد. محمد تعال الهواء مباشره، نصل لصوت التلفزيون، اسمعني عن طريق الهاتف. نعم السلام عليكم. عليكم السلام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام محمد. محمد اسمعني عن طريق الهاتف حتى لا نقطع الاتصال. نعم. الو. نشكر مشاركتك واتصالك محمد من الموصل، ونتمنى بان تعاود المشاركه والاتصال مره اخرى، وننوه مره ثانيه اسمعونا عن طريق الهاتف حتى لا ينقطع الاتصال، وابتعدونا عن التلفاز. نشكر مشاركتك واتصالك محمد، وإذا ما قدرت بأنه تحصلنا من خلال الأرقام الهواتف الظاهرة أسفل الشاشة، عندنا وسائل أخرى الفيسبوك والبث المباشر وعبر تويتر. أبو عماد يقول الدرجات الوظيفية تباع قبل تقديم المواطنين عليها، يعني بين الدرجات الوظيفية تخصص وتوزع ويتم تقاسمها ما بين الحكومة المجالس والحكومة المحلية بصورة عامة، تتقاسم وتباع، ومن بعدها يجي المواطن والشاب المغلوب على أمره يقدم على درجة وظيفية ويتعب ومعاملات ومبالغ مالية يدفع ويقف بساعات الطوابير طويلة وتدافع وزخم، وبالتالي ما يحصل على أي درجة وظيفية. وهذا حصل فعليا بالسنوات الماضية بأغلب الدوائر الحكومية في عدد من المحافظات ما قبل السنوات الماضية، بأن هناك العديد من المتقدمين، مئات الأشخاص
ما طلع أي اسم شخص من المتقدم على درجة وظيفية إذا كان للتربية أو دوائر خدمية أو دوائر أخرى. مشاهدينا الكرام أيضا عندنا اتصال آخر. أيضا يعني بعيدا عن مطالبات يعني نوفل، يعني نتمنى بأن تختصر موضوعك وتعليقك بأقل من هذا الكم، يعني يكون تعليق وافي أو قصير، لأن يعني ما يسعفنا الوقت بأن نقرأ هذا التعليق الطويل ومناشدات كثيرة تتحدث عن الدرجات الوظيفية. يوسف يقول الخريج إدارة قانونية واستصار 9 سنوات، إذا الدولة ما تقدر تعيننا على الأقل تخصص لنا راتب. نتمنى أن تطرحون هذا الموضوع على الدولة، لأن احنا ملينا من الوعود على الأقل أيام دخل بسيط. نتأمل من الحكومة الجديدة تحل هذه المشكلة. عندنا اتصال آخر. أبو محمد من الموصل. السلام عليكم. عليكم السلام أبو محمد. السلام عليكم. ممكن أشارك في البرنامج؟ أنت على الهواء مباشرة أبو محمد. السلام. أستاذ إحنا مصنوع عقود من محافظة نينوى. طيب أبو محمد، يعني حتى تكون بالصورة، تكون أنت وزملائك من المحافظات العراقية. اليوم إحنا موضوع حلقتنا ما مخصص أو مدى نتناول موضوع المفسوخة عقودهم، يعني الاتصالات كثيرة من المفسوخة عقودهم. بس أنتم الشرقية صباغة الحدث. تفضل أبو محمد، إحنا ما نفسح أو من نعيق أي مواطن أو ما نقطع أي مواطن. أنطي رأيك بكل حرية أبو محمد. تسلم. نعم. من طرحه ب 2014 2015 الموسم ما كانت مسمورة ذي، كانت محافظة تحت نظام داعش هذا الهادي. طيب. يعني إحنا شنو ذنبنا أهل نينوى؟ نعم. بس هاي الرسالة نقولها وهذا والسلام. نعم. إن شاء الله نتمنى لكم كل الخير أبو محمد لمنتسبي القوات الأمنية واللي مدى يمارسون عملهم أو ابعدوا أو فسخت عقودهم. نتمنى لكم العودة ونشكر مشاركتك واتصالك. أيضا يعني ندى تقول ممكن تتكلم على العقود، إحنا انطونا إجازة مفتوحة وقعدونا مع العلم، عندنا خدمة أكثر من 5 سنوات أنا عقد بطرق الجسور، طرق والجسور في محافظة كركوك ومحاضرين لسنوات لخمسة أو لأكثر من 6 سنوات وموظفين أيضا بعقود وزارية ما حصلوا على تعيين ومتخوفين أيضا بأن يبقى وضعهم على ما هو عليه وتذهب التعيينات إلى جهات غير مستحقة وغير كفوة. أيضا بالمقابل عندنا نلاحظ بأن هناك الكثير من الكوادر التدريسية بأن تأخذ إجازة براتب اسمي لأربع أو لخمس سنوات بحسب القانون اللي صوت عليه في السنة العام الماضي أو قبلها. بالتالي احنا اليوم بحاجة إلى الكثير من الطاقات، إلى الكثير من الجهود، إلى أفكار جديدة حتى نقدر بأن نواكب تطور، بأن نتمكن من بناء بلدنا بدلا من التضييق وأن تذهب هاي الدرجات لشريحة معينة أو لجهة معينة. نأخذ اتصال آخر. محمد من الموصل. اليوم مساء الخير عزيزي. مساء الخير محمد. ممكن أشارك؟ أنت على الهواء مباشرة محمد. بتحمل التعيينات على أهل الموصل ما أسأل، يعني صار لنا 4 سنين 5 سنين فوقنا كذا ضايع. نعم. يعني من قبل صفوف الموصل لحد هسه ما أي تعيين في الموصل. طيب. إيه مثل إحنا نتعين إيه مسؤولي كم مستقبله. محمد أنت خريج أي جامعة أي كلية؟ اي قسم؟ والله خريج مهندس، يعني بالحاسبه. مهندس. باي سنه تخرجت؟ تقريبا من 2010. 2010؟ اي والله. طيب. ولا عاد هسه. لو نجي خلينا نترك ما بعد 2014. قبل يعني من 2010 ل 2014 منتصف 2014 ما عملت اي عمل باختصاصك؟ كعقد او اجور او ماكو؟ لا يعني هسه تدفع فلوس تتوظف، حتى دفعت فلوس وما توظفت. طيب اشكر. محمد. اين محمد؟ شنو عملك عملك الحالي؟ والله بالانترنت شغلي حاليا. بلا شغل؟ ما عندك اي وظيفه؟ ما عندك اي عمل؟ لا ما حتى بالقطاع الخاص. مو بس انا خريج، يعني فتر بعد موصل خريج. نعم.
يعني اخويا خريج كهرباء، مهندس خريج كهرباء. طيب. مو قليله يعني، خلص عمرك بالدرس وثالثه تقعد بالبيت. نعم. وغيرنا ما عنده شهاده ولا شيء، يدفع فلوس يتوظف. اليوم ده شوف بأنه تعامل حكومي، تعامل الحكومة المحلية بالمحافظة وتعامل الحكومة المركزية، شلون نشوف التعامل مع الخريجين، مع البطالة، المستشري بالعراق؟ والله كلها ماكو شغل، يعني العراق عموما ماكو شغل. نعم. تمسكوا لو فاتحلو بس يشتغل عيشالو لو قاعد. ما فكرت بأنه تنتقل المحافظة أخرى للبحث عن عمل، إذا كانت يعني اليوم ماكو فرصة بالموصل او محافظه نينوى بانه تقدر بانه تمارس عملك؟ اشتغلنا بالابراج الكورك. نعم. وقت التحرير بعدين بطلتنا. نعم. يا ابو ليش يقول تعفي انه لي هنا وبس، يعني لي سنجار، لي سنجار اشتغلنا صف القوات الامنيه، يعني هوانات قناص لا نضربنا. نعم. في سبيل انه بس بيعينونا لو بعقود شيء وماكو، شافونا في زمان نهضة وكملناهم الأجهزة بطلونا. نعم. يعني كثير الظروف صادفناها بس سبحان الله ماكو أي تعيين. نعم. نشكر مشاركتك واتصالك أبو محمد من الموصل، تحياتنا لكل أهالي الموصل. ننتقل مشاهدينا الكرام نتابع هذا التقرير ومن بعدها نكمل. بمجرد اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. علي من الديوانيه، مساء الخير علي. علي نصري صوت التلفزيون. علي، علي للاسف انقطع الاتصال. علي من الديوانيه، ونتمنى بان تعاود المشاركه والاتصال مره اخرى. ابو يوسف مساء الخير. ابو يوسف، أبو يوسف تعال على الهواء مباشرة. عليكم السلام. مساء النور، هلا شلونك؟ تحياتنا لك. أبو يوسف يعني لا تخلينا نضطر بين نقطع الاتصال، يعني نصلنا صوت التلفزيون. أنا خريج كلية التربية. كلية التربية. نعم. أبو يوسف نتمنى بأن تعاود المشاركة والاتصال مرة أخرى، نصلنا صوت التلفزيون وابتعدنا عنه واسمعنا عن طريق الهاتف. حسام من خلال التعليقات على صفحة البرنامج، حسام يقول التعيين في مدينتي وصل سعره إلى 15,000 دولار، أما القادمين على التعيين لا تعيين لهم إلا في حال دفع المبلغ. سؤالنا هنا، الخريج
منين يجيب هذا المبلغ، هو متى حتله أي فرصة من لحظة ما تخرج حتى هذا اللحظة، إذا كان متخرج 2010 أو قبلها وما شاء الله. نشوف أن أغلب الخريجين أصحاب عوائل عندهم أطفال وحتى هاي اللحظة ما حصل على وظيفة، أغلبهم يقولون بأنه إحنا بين ما تجينا التعيينات وما نحصل على وظيفة راح نداوم لنا سنة سنتين ويحولونا على التقاعد لين راح نبلغ السن القانوني بما توصلنا التعيينات. ناخذ اتصال محمد من الموصل. الو مرحبا استاذ. تحياتنا لك. شلون الصحة؟ ان شاء الله بخير. نعم محمد. استاذ على مود ان شاء الله التعيينات، يعني احنا نعرف البلد حالة عامة يعني ماكو تعيينات. نعم. بس اتمنى انه يلتفتون لشرائح معينة وشرائح مهمة مثل شريحة ذوي شهداء الاعلام، ذوي شهداء الصحافة. نعم. يعني الموصل انطت قامة من الأبناء اللي ضحوا بدمائهم من أجل الكلمة الحرة. نعم. في سبيل المواطن وتوصيل صوت المواطن والمسؤول، وكل هذا هم مهمشين. يعني إذا يسوون هاي يعني المبادرة من الحكومة، أنا يعني ناشد من خلال قناتكم الكريمة إنه رئاسة الوزراء، نقابة الصحفيين الإعلاميين، يسوون درجة وظيفية واحدة يعني إكراما لذوي الشهداء الإعلام. نعم. نعم يعني حمد. يعني مو صعبة عليهم ولا هي فد معجزة يراد لها. بالتأكيد. يعني أهم يعني الشهداء عند رب العالمين إن شاء الله واحد، بس على الأرض خلي يكون يعني هاي الاهتمام بالشريحة الشهداء الإعلام، شهداء الصحافة. طيب. وأكثر مدينة أنطت شهداء من ناحية شهداء الإعلام الصحافة اليوم تسلط الضوء على شهداء الإعلام المهمشين واللي ما لهم أي حقوق اليوم، كيف وضعهم ووضع عوائلهم إذا كان هم المعيلين أو المعيل الوحيد، إذا كان الشهيد هو المعيل الوحيد لعائلته؟ يعني اليوم ده تنقل صورة عن محافظة نينوى اللي قدمت الكثير من الشهداء وكثير من الشهداء خلال السنوات الماضية. اليوم وضع يعني ذوي الشهداء بس اذا تنطيني مجال. نعم. يعني هم يرسلون علينا، يعني يرسلون علينا على عوائل ذوي الشهداء الصحافه المسؤولين والهذا. نعم. بس كل شيء ماكو، مجرد طيب. كلام يصورونه ويطلعونه بالاعلام وخلينا نقول بالعاميه يصعدون على ظهرنا بصفه طيب. الانتخابات وما اعرف شنو، يعني هاي مع الاسف يعني البلد يوصل لهالمرحله. نعم. شكرا جزيلا. تحياتنا لك محمد من الموصل ونشكر مشاركتك واتصالك. أحمد علي يقول بسمو يتعين 6 أشخاص منهم مسائي معدلات قليلة ويستبعدون المعدلات العالية، والصباح يتعينون 6 أشخاص عندهم شهيد. أي قانون هذا اللي أعرف ينطون درجة واحدة أو مفاضلة، مو أخذوا حقهم رواتب وقطع أراضي. أتمنى ترجع الدرجات للتربية لمجالس المحافظات أو مجلس المحافظات سوى تعيينات للعوائل فقط أو العوائلهم. عندنا اتصال آخر. علي من الديوانية، مساء الخير علي. ألو السلام عليكم، شلونك أستاذ الكريم؟ تحياتنا لك. الله يخليك. أنا علي غانم من محافظة الديوانية. نعم. طبعا تحياتي لك هذا الشرقية واليوم من برنامج. تحياتنا لك لهذه الديوانية. نعم علي. تحياتي للمخرج وجميع الكادر حاليا. نعم. استاذ البزاز، وقبل انا اطلب من عندي شغله يمك اذا ممكن استاذ. اللي امس انا اجيت وزاره الصحه، يعني استاذ هو نقد يعني مو تعيين. استاذ تسمعني؟ اسمعك. اي استاذ. طبيت لوزاره الصحه وقدمت طلب وما ادري شلون للشؤون ومسؤول الاستاذ رفاق ما قصر دكتور هو. اي. الو. شنو يعني ما افتهمت يعني علي يعني شنو استاذ رفاق هو نقد مطلب العدلي، انا طالب من عندهم انا يعني مو تعيين هو نقد مدير الطب العدلي مال الديوانيه يطلب من عندي يجيب لنا كتاب من الوزاره. نعم. زين وطلب من انا خذيت استاذ رفاق المسؤول لشؤون المواطنين وعده مرات اجي من استاذ رفاق وما ساعه يطردني ساعه يقضي بعدين قدم طلب ساعه يطردني. نعم. ساعه ما يخليني يعني الله يقبلها يعني نقد هو مو تعيين استاذ الله يخليك نقد اي والله طلبت نقل للطب العدلي. طيب صار لك ايش قد تمشي باجراءات النقل؟ خلي رقمي يمك الله يخليك. عن تحياتي لاخوي تحياتنا لك ونشكر مشاركتك واتصالك علي من الديوانيه.
نتمنى لك الموفقية بعملك. اليوم أيضا يعني الخريجين دا يقولون بأنه من اليوم بأنه أكو كوادر تدريسية خصوصا بما يتعلق بتعيينات التربية. يقول إذا أكو اليوم كوادر تدريسية، هذا على لسان حال الخريجين، اليوم إذا أكو كوادر تدريسية دا يطالبون بإجازة مفتوحة براتب أو بدون راتب أو براتب إجازة لخمس سنين حتى يعملون بمجالات أخرى وبقطاعات أخرى، فبالتالي اليوم راح يكون هناك خلل بالمنظومة التربوية، بأيضا بالمقابل مثل ما يقول يوسف الحديث عن محافظة كركوك والإجازات واحتياجات المحافظة في ظل وجود أعداد هائلة من الخريجين. ياسين يقول السلام عليكم، الحكومة عليها زخم من المواطنين ولهذا لا يوجد تعيين، وأيضا بالمحسوبية والمنسوبية. عندنا اتصال آخر، أبو علي من ميسان، مساء الخير أبو علي. بارك الله بكم الوطني والثابت. تحياتنا لك أبو علي. تحياتي إلى كادر القناة كافة من الإعداد إلى المخرج، تحياتي للنازحين كافة الله يكون بعونهم. نعم. وإن شاء الله يرجعون غانمين سالمين بحق محمد وآل محمد. أستاذنا العزيز أستاذ عمر، نعاني إحنا من حالة واحدة من 2006 إلى يومنا هذا. نعم. ألا وهي وكالات مال بيض ودجاج. بزمن النظام السابق كانت عندنا وكالات مال بيض ودجاج. طيب. زين؟ لحد الآن من لغوا البرنامج بزمن بريمر ولحد الآن لا تأميناتنا اللي هي أصبحت لا قيمة لها 250 ألف دينار يوم لا تسوى شيء. طيب. انداح من 2007 و2008 الحد اول انسان جت مكان بغداد الوكيل الاداري مال وزاره الزراعه يقول والله لا توجد لدينا وكالات اخرى. يا طيب حضرون الوكالات اخرى ضمن الاطر القانونيه والاداريه والقانونيه، وكالات اخرى مبيدات زراعيه كيمياوي يقول والله لا تعمل لدينا. زين احنا بال 2008 ما رجعتوا 2009 2010 وهكذا 2018. فإحنا الناس بكل خير بالبرلمان شريف من خلال قناتكم مسؤول أن يبحث لنا هذا الموضوع وين اللجنة الزراعية مع البرلمان. نعم. هذا يقول لهم هذول الناس شنو ذنبهم أصحاب عوائل من 2006 تم لغته البرنامج زين 250 ألف دينار ما لهم قيمة، عما زودونا المبلغ وتخلونا نسوي لنا كشاف. نعم. في الشارع كل شيء نبيع به باقي الليل بلبي. نعم. طماطم. الله يوفقكم عملك أبو علي، نتمنى بأن توصل مناشدتك وانصافكم. تحياتنا لك في هذه ميسان أبو علي من ميسان. واليوم يعني خصوصا شريحة الخريجين بعد ما وصل لمرحلة من اليأس بعدم تشريع قوانين أو إيجاد حل جذري لمشكلة البطالة أو لمشكلتهم اللي يعانون بها بعدم وجود وظيفة، وأيضا في جميع المجالات حتى القطاع الخاص ما يقبل أي خريج إذا ما عنده خبرة أو ممارسة أو عمل ما يقل عن سنة أو سنتين، يعني الباب مغلق من جهة القطاع الخاص وأيضا من القطاع العام، فبالتالي ما عنده أي منفذ يتمكن من خلال الخريج من مزاولة عمله. فبالتالي نلاحظ خصوصا بالعام الماضي بأنه أغلب الخريجين عملوا تجمع ووضعوا عدد من القوانين وقدموها إلى نواب حتى تعدل ويقر هذا القانون. أكو قوانين لم يتم التعامل وياها بجدية، وأكو قوانين شرعت وما طبقت حتى هذه اللحظة بالرغم من مرور أكثر من عام. فبالتالي اليوم الشاب العراقي مو بس فقط بأنه يطمح بالتعيين، ولكن أيضا هو دا يشارك بصناعة القرار وإيجاد أفكار وحلول، ولكن عدم اللامبالاة اتجاه هذه الشريحة وصلت الأمور أو وصلت الأمور إلى هذا الحد، بحاجة الحكومة اليوم الجديدة لها. يعني هناك الكثير من العمل لإيجاد حل لهذه المشكلة والتعامل بجدية مع الخريجين بصورة عامة لجميع الأقسام والكليات. عندنا اتصال آخر، سليمان من الأنبار، مساء الخير سليمان. سليمان سليمان تعال الهواء مباشرة. السلام عليكم سليمان. شلون أستاذي؟ حياك الله. ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام. شلون أستاذي؟ سليمان إذا أمكن بصورة سريعة يعني بقالنا وقت قليل.
أستاذ العزيز، احنا من المخيمات مال الجدد صار لنا. نعم، نشكر مشاركتك واتصالك سليمان. يعني لضيق الوقت ما بقى لنا الا ثواني قليله، وايضا يعني بنعتذر منك سليمان، نتمنى بان تشاركنا بالحلقات القادمه ان شاء الله لانتهاء وقت البرنامج. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، الى اللقاء.